اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتاده عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهل جولتنا من يوم المساء والتي عنونت المساء تكشف تفاصيل افشال مخطط جزائري للسيطره على الكراكات. وفي تفاصيل كشفت معطيات حصلت عليها المساء ان التحرك المغربي بمنطقه الكراكات الذي اثار تحرك الامم المتحده والقوى الدوليه الكبرى جاء لافشال مخطط سري وضعته الجزائر بتعاون مع جبهه البوليساريو لنقل كتائب عسكريه وانشاء ادارات تابعه لجبهه الانفصاليه جنوب جدار العازل. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. الملك يجمع بين كيران والهمة بعد جفاء بينهما في جلسة واحدة، عنوان اخترناه لكم من يوم أخبار اليوم. وفي التفاصيل جمع الملك محمد السادس أول أمس بقصر مارشان بمدينة طنجة في جلسة عمل حول الطاقة كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة بعد مرحلة من الجفاء بين الرجلين امتدت لفترة طويلة. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم أخبار اليوم. ونختم الجولة من يوم الصباح والتي عنونت دوما جنسية تستنفر الداخلية. وفي التفاصيل استنفرت أخبار تتحدث عن ترويج دوما جنسية في سوق درب عمارة الشهيرة بالبيضاء وزارة الداخلية، إذ تحرك قائد الملحقة الإدارية الثانية في المنطقة بمعية عناصر من القوات المساعدة وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لغاية شن حملة تفقدية في السوق. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام جولتنا عبر الصحف. إلى اللقاء. We'll be right back.